قصة آدم عليه السلام. أخبر الله تعالى الملائكة أنه سيخلق خلقا سوف يستخلفهم في الأرض. استفسرت الملائكة: هل ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فرد الله تعالى عليهم قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله تعالى آدم من طين وسواه بيده، ثم علم الله تعالى آدم أسماء كل شيء، ثم عرض الله هذه الأشياء على الملائكة وسألهم أن يخبروه عن أسمائها. فردت الملائكة: يا رب سبحانك، ليس لنا علم إلا ما علمتنا. فأمر الله تعالى آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الأشياء ففعل. ثم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تكريما وتعظيما، فأطاعت كل الملائكة أمر ربها وسجدت لآدم تشريفا له. ولكن إبليس عصى أمر الله ورفض السجود لآدم، فعاتب الله إبليس على مخالفته أمره وعدم السجود لآدم. فرد إبليس بكل تكبر: أنا خير منه، أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. فطرده الله تعالى من الجنة ولعنه إلى يوم القيامة. فتوعد إبليس آدم وذريته أن يضلهم ويبعدهم عن طاعة الله. ثم أمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة فله فيها كل ما يشتهي، فعاش آدم في الجنة يسير هنا وهناك لا يجد من يؤنس وحدته فيها. فنام آدم ثم استيقظ فوجد عند رأسه حواء زوجة يأنس بها ويسكن إليها. ثم أمر الله آدم وزوجته حواء أن يسكن الجنة يستمتع بكل ما فيها إلا شجرة واحدة أمرهم الله عز وجل ألا يقربا منها. ولكن الشيطان أراد أن ينتقم من آدم الذي بسببه طرد من الجنة، فظل يوسوس لهما ويغريهما بالأكل من الشجرة، فأقسم لهما أنه يدلهم على الخير وقال: إن الله نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تصيران من الخالدين. فأطاعاه وذاق الشجرة ووقع في المعصية. فلما ارتكب المعصية صار ليس عليهما ثياب، فحاول كل منهما أن يستر نفسه بأوراق الجنة، فتذكر نهي ربهما لهما وظل يستغفران الله ويطلبان منه المغفرة والرحمة. فأوحى الله تعالى إلى آدم بكلمات يستغفر بهن الله ليتوب الله عليه ويغفر له، فلما قالها آدم ورددها غفر الله له وتاب عليه. ولكن الله أمرهما أن يهبطا من الجنة إلى الأرض، ولهما في الأرض استقرار وفيها يحيون، وهكذا حرم آدم من الجنة وما فيها من النعيم بسبب المعصية. فكانت هذه رسالة لذريته حتى لا يطيع الشيطان فيحرموا من الجنة في الآخرة كما حرم منها أبوهم في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، أن الملائكة خلقت من نور وخلق الجن من نار. لا يعلم الغيب إلا الله. نحن نؤمن أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه.
كان تفضيل الله تبارك وتعالى لبني آدم على الملائكة بالعلم. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أعجبتكم القصة التي شاهدتموها قبل قليل؟ هي قصة آدم عليه السلام، طبعا صفحة رقم 54. بدنا نفتح صفحة ونشوف أهم الأشياء اللي إحنا أخذناها في القصة. طبعا زي ما حكينا إحنا إن هو أول إنسان خلقه الله تعالى. هو مين؟ هو النبي آدم عليه السلام. وهو نبي، نبي هو، هو ليس إنسان عادي، هو نبي، هو إنسان خلق من طين، لكن ربنا استخلفه إنه يكون نبي، تمام؟ فقال تعالى: بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين، وأمر الملائكة بالسجود له زي ما شفتوها بالفيديو قبل شوي. وحكينا إنه ليش حكينا ربنا أمر الملائكة بالسجود له تعظيما وتقديرا، فسجدوا إلا إبليس رفض ذلك. قال تعالى سبب رفض إبليس للسجود، قال إبليس فيها: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم خلق الله تعالى وزوجته حواء وأسكنهما الجنة وباح لهما الأكل من طيباتها إلا شجرة واحدة زي ما شفتوها بالفيديو برضه. لكن الشيطان وسوس، لكن إبليس وسوس لهم لآدم وحواء فأكلا من الشجرة فأخرجهما الله تعالى من الجنة وأنزلهما إلى الأرض. لماذا؟ لعمارتها بالطاعة والعمل الصالح. عاش آدم عليه السلام وذريته في الأرض، فكان أول نبي يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى. هو من؟ هو آدم عليه السلام. طيب هلا بدنا نيجي عند اختبار معلوماتي. بحكي لك أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من ماذا؟ من طين، ليس من نار وليس من نور وليس من ماء. النار خلق منه اللي هو الجنوة، الجن اللي هو إبليس والجن. والنور هو خلق منه مين؟ الملائكة. الطين خلق منه الإنسان. أول نبي دعا إلى عبادة الله تعالى في الأرض هو من؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أم آدم عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام أم نوح عليه السلام؟ هو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام آخر الأنبياء هو كان من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الفراغ فيما يأتي. أنزل الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض لعمارتها بماذا؟ بالطاعة والعمل الصالح زي ما أخذناه هون، بالطاعة والعمل الصالح. وسوس إبليس لآدم وحواء بماذا؟ بالأكل من الشجرة، بالأكل من الشجرة. وهكذا نكون إحنا انتهينا من درسنا اليوم. أرجو أن تكون عجبتكم القصة، وأرجو أن تكونوا يعني فاهمينها ووصلتكم معلومة صح، ويعطيكم ألف عافية.